أيهم أصعب بالتعامل ويا الفنانين والممثلين والرياضيين لو يكونوا ويا الناس العاديين؟ طبعاً ويا الناس العاديين. إحنا حتى الرياضي هو نجم مجتمع، يعني رايح ضيف ببرامج، حاضر لابسنك، يعرف يتعامل ويا الكاميرا. يعني نادراً ما تشوف عندنا مشهور ما متعامل ويا الكاميرا، فيكون التعامل وياهم أسهل، يعني داخلين سيت فاهمين الموضوع.